وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. فاكرين امتحان الكيمياء؟ تعالوا نشوف بقى. انتهت من تصحيح امتحان الكيمياء بتاع الثانوية العامة. وأول كلام من الوزارة بتقول الدرجات مطمئنة. خلونا ناخد بقى معانا على التليفون زميلنا الأستاذ محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. أهلا أهلا. مساء الخير يا أستاذنا. ازيك يا أستاذ محمود؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله طيب يا فندم، الحمد لله رب العالمين. كل اللي ولاده امتحنوا كيمياء قاعد قلقان. صحيح. طيب دلوقتي بقى رأيك إيه في مسألة إنه اتعمل بالفعل انتهاء من تصحيح الدرجات؟ الوزارة بتقول الدرجات مطمئنة ولا داعي للقلق. خلينا ناخد من كلام حضرتك إن دكتور رضا حجاج وزير التربية والتعليم قال يوم الأربعاء الماضي في خلال المؤتمر بتاع إعلان نتائج الدبلومات الفنية إن نتيجة امتحان الكيمياء مطمئنة جدا جدا جدا، وبرهن على صحة ما يقوله بأن أكثر من 5000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية في تصحيح نصف الورق فقط. مفترض الكلام ده كان يوم الأربعاء الماضي. النهاردة تم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة شعبة العلم علوم، والعدد طبعا اللي حاصلين على الدرجات النهائية زاد عن 5000 تقريبا، وصل أكثر من 9500 طالب حصلوا على الدرجة النهائية. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني إن في حوالي أكثر من نص الطلاب تقريبا حصلوا على ما يزيد عن 95% في درجات في امتحان الكيمياء. ما شاء الله. ده بيخلينا يا استاذنا نروح لنقطه البدايه اللي دايما وزاره التربيه والتعليم بتعاني منها، وهي ان الجروبات بتنشر معلومات غير موثقه غير حقيقيه. للاسف ان احنا كاولياء امور وكطلاب دايما بننساق وراء الشائعات السيئه فيما يخص منظومه التعليم. فده اللي خلى امتحان الكيمياء اللي هو كان تقريبا في مستوى الطالب المتوسط باستثناء سؤال واحد فقط هو بتاع الطلاب المتفوقين، وده منهج متخذ من قبل وزاره التربيه والتعليم في كل امتحاناتها، ان اكيد هنميز الطالب المتفوق بسؤال او باثنين. للاسف انتشرت اخبار بشكل سريع جدا عن حاله بكاء وحاله اغماءات وامتحانات صعبه، والمدرسين كل بعض المدرسين طلعوا كتبوا مدرسين غير محددين الهويه، هل هم تابعين للتربيه والتعليم ولا لا؟ هل هم اصلا مدرسين ولا لا؟ قالوا احنا كمدرسين عجزنا عن اداره الامتحان وعن حل الامتحان، قالوا ان مفيش طالب هيجيب نص الدرجه اللي هي درجه النجاح في امتحان الكيمياء. فده بكل يعني بالقطع اثر على الطلاب في الامتحانات اللي بعدها. عشان كده رساله الدكتور رضا حجازي يوم الاربعاء الماضي جت بشكل سريع، والسرعه هنا كانت مطلوبه جدا. صح. عشان خاطر نطمئن اولادنا في الامتحانات الجايه. ساعتها احنا اتكلمنا واتكلمنا في البرنامج مع حضرتك وكل المتابعين للملف قالوا للطلاب ننسى ملف الكيمياء، لان حتى لو ثبت ان في سؤال او اثنين خارج السياق او ثبت صعوبتهم على الطلاب، اكيد طبقا للمعمول به في وزاره التربيه والتعليم اما الامتحان السؤال ده هيتشال واما هتتوزع درجاته في الاخر. الطالب مش هيتاخد بذنب سؤال صعب او ما الى ذلك. ساعتها بشكل سريع جدا وزاره التربيه والتعليم طلعت بيان في نفس اليوم قالوا ان احنا دعينا لجنه الخبراء عشان يحطوا او يدلوا برايهم في الامتحان. ايه برضه رساله طمأنة للطلاب. فبالتالي كل القلق المصطنع، وخلينا نحط المصطنع دي بين كوتيشن، عن امتحان الكيمياء كانت غير حقيقيه بالمره. يعني هي امتحان اتخذ كزوبعه عشان يعكننوا على الطلاب وعلى اولياء امورهم. للاسف يا استاذنا ان الاخبار دي بتنتشر بشكل مش سريع، ولكن احنا بنوصفها بانها بشكل غبي. ايه المصلحه في كده؟ ايه المصلحه ان حد يطلع يقول كل طلاب العلم هيسقطوا في الكيمياء والاولاد بعد يومين اثنين عندهم امتحان فيزياء؟ حد عاوز يخلق موجه من الهلع وارد، وبالتالي يحصل قلق لدى الطلاب اللي هيمتحنوا، وبالتالي تنخفض معدلات الدرجات، فهيبقى حقق المراد بالنسبه له. لكن هيجي لي سؤال يعني او مجموعه من الاسئله. اول حاجه، انا عندي كم طالب في الثانويه العامه السنه دي امتحنوا كيمياء تقريبا؟ احنا عندنا ثانويه عامه كلها 735,000 طالب. حلو. امتحان الكيمياء اللي هم شعبه العلم علوم عددهم بيزيد عن 230,000 ببعض الارقام البسيطه. في منهم تقريبا 9,000 جابوا درجه نهائيه. نقترب من ال 10,000 جابوا الدرجه النهائيه. دول ما شاء الله عليهم، دول الجبابره دول. انا عمري ما كنت منهم. دول مش الجبابره، دول الشطار الحقيقيين. بالمناسبه يا استاذ يوسف، الذين حصلوا على 60 من 60 في الكيمياء هذا العام اكثر من السنه اللي فاتت ومن اللي قبلها ومن اللي قبلها. يا سلام. طبعا الذين حصلوا على 95%
من درجات الكيمياء اكتر من السنين اللي فاتت. سؤال بقى، ايوه الحته دي، قلت لي اكتر من نص الطلاب اللي امتحنوا كيمياء جايبين 95% في درجه الامتحان، صح؟ صحيح صحيح. اكتر من نصهم؟ اكتر من نصهم. هو ده كان معدل الامتحان. ايه الحلاوه دي؟ كان معدل الامتحان. هو الفكره هنا، في ايه؟ الفكره ان للاسف كل اخبار وزاره التربيه والتعليم بتقع في مصياده الشائعات بسبب كثره الجروبات، بسبب كثره المتحدثين في المنظومه التعليميه. وبعدين بدانا نشوف يا فندم اكونتات غير معلومه المصدر بتنشر على الجروبات. طب سؤال برضه يا استاذ محمود، ايه اللي يخلي طلبه، يعني انا طبعا قابلت اولياء امور كتير من اللي قدي كده، عيالهم في الثانويه العامه امتحنوا كيمياء، العيال او طبقا لاولياء الامور الابهات يعني، يوسف يا ترى هيعملوا ايه في امتحان الكيمياء؟ العيال راجعه معيطه. فانا طب العيال راجعه معيطه، ده معناها ان الامتحان صعب بقى. ده الكلام ده كمان يا استاذ يوسف اتكرر في الفيزياء. احنا قاعدين لقينا اخبار عاجل وزاره التربيه والتعليم تقرر اعاده امتحان الفيزياء لطلاب علم علوم. يعني امتحان الفيزياء الاخر هيعيدوه؟ يعني احنا ما كتبناش بالكيمياء، لما طلعت اخبار رسميه ان امتحان الكيمياء في الكيمياء في المتناول والطلاب جايبين درجات نهائيه وما الى ذلك بالارقام والاحصائيات، يعني قال لك دي اعاده امتحان الفيزياء. يعني تظن انه في حد اطلق شائعه ان الامتحان صعب جدا، وبالتالي اصبح هناك في عدوى هلعيه بانيك كده حصل؟ ده مش ظن، ده شبه مؤكد. السبب مهم، ده هذا ما اعتدنا عليه في كل خطوات التربيه والتعليم على مدار السنتين اللي فاتوا او الثلاثه. الحق هيعملوا الديسكفري، هيلغوه لطلاب رابعه ابتدائي. الحق ده لغوا سته ابتدائي. الحق ده ثالثه اعدادي، ما حدش عارف يخش ثانويه عامه عشان عايزين يملوا المدارس بتاعه الدبلومات بتاعه التكنولوجيا التطبيقيه. الحق مش عارف ايه. حضرتك شفت منظر اولادنا اللي طالعين اوائل من التكنولوجيا التطبيقيه السنه دي بالتعليم الفني؟ عيال تفرح، حاجه تفرح تفرح. الطالب النهارده يا استاذ يوسف بيدخل التكنولوجيا التطبيقيه ب 270 درجه 280، بيخش ثانويه عامه ب 220، بيخش التكنولوجيا التطبيقيه ب 280. وبالتالي وانا بتحفظ على اللفظ اللي جاي، بقينا نشوف اشكال في الاوائل غير الاشكال. عيال معاهم لغات، عيال فاهمين، عيال هيكملوا في هندسه، اولاد هيشتغلوا. باذن الله باذن الله. لا حاجه تفرح بصراحه، ولاد وبنات يفرحوا القلب بصراحه، حاجه تشرف الى ابعد حدود. عندنا بكره ثلاث امتحانات يا استاذ يوسف، علمي علوم وعلم رياضه وادبي. انا بقول لحضرتك من دلوقتي اهو، واثبت هذا الكلام هيطلع بكره شائعات عن الفيولوجيا وشائعات عن التفاضل والتكامل. هيبقى فيها اعاده امتحان تاني، وفيها صعوبه تاني، وفيها تعنت من الوزاره تاني، لان ده المتبع على مدار الفتره اللي فاتت. الحل هنا مش، انا من وجهه نظري ما بقتش رساله الطمأنينه من الجهات المعنيه. الحل ان احنا ندور على الجروبات دي ومصادر الشائعات عليها. حد بيطلق فعلا طلقه في الهواء يخوف الكل ويبقى تنتقل العدوى للغالبيه. انا بشكرك جدا 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 زميلنا الاستاذ محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم.